مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذا مثل ما تعودنا في هذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما جرى في عالم كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية. رح نبلش أولا مع نتائج المباريات التي جرت. كان عندك مباريات كثيرة طبعا ضمن كأس العالم تحت 17 سنة. كنا ذكرنا أنه البرازيل فازت على فرنسا بنتيجة 3-2 وتأهلت إلى النهائي إذن لملاقاة المكسيك. في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كانت فنلندا فازت أمام ليشنشتاين بثلاثة أهداف نظيفة. اليونان كانت تغلبت على أرمينيا بهدف نظيف إذن. وأيضا بالنسبة لباقي نتائج التصفيات، النرويج كانت تفوقت على جزر الفارو 4-0، سويسرا كانت تفوقت على جورجيا بهدف نظيف إذن، وإسبانيا كانت سحقت مالطا بسبعة أهداف نظيفة. سجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا في الدقيقة 23، ثم سانتي كاثورلا في الدقيقة 41، ثم باو توريس في الدقيقة 62، أضاف سارابيا بابلو سارابيا في الدقيقة 63، ثم داني أولمو في الدقيقة 69، جيرارد مورينو في الدقيقة 71، وخيسوس نافاس في الدقيقة 85. السويد كانت فازت أمام رومانيا بنتيجة 2-0 أيضا، وإيطاليا كانت تفوقت على البوسنة والهرسك بنتيجة 3 أهداف نظيفة. سجل أهداف إيطاليا فرانشيسكو تشيربي، لورينزو إنسينيه، وأندريا بيلوتي. بالنسبة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، زيمبابوي كانت تعادلت أمام بوتسوانا بدون أهداف، تنزانيا كانت تفوقت بنتيجة 2-1 على غينيا الاستوائية، المغرب كانت تعادلت بدون أهداف مع موريتانيا، وتونس كانت تفوقت بنتيجة 4-1 أمام منتخب ليبيا. سجل أهداف منتخب تونس وهبي الخزري في الدقيقة 33، سيف الدين الخاوي في الدقيقة 41، ثم أضاف سيف الدين الخاوي الهدف الثالث لمنتخبه والثاني له في الدقيقة 52، ومن ثم وهبي الخزري أيضا سجل هدف ثاني له وهدف رابع لتونس في الدقيقة 90. يا ريت تخبرونا عن آرائكم من خلال التعليقات بما رأيكم بمباراة المغرب وموريتانيا ومباراة تونس وليبيا. في المباريات الدولية الودية، أوروغواي كانت فازت على المجر بنتيجة 2-1، والإكوادور كانت فازت أمام ترينيداد وتوباغو بنتيجة 3 أهداف نظيفة. أما في أبرز مباراة والسوبر كلاسيكو يلي جمع البرازيل ضد الأرجنتين يوم أمس في المملكة العربية السعودية على استاد جامعة الملك سعود، كانت فازت الأرجنتين بهدف نظيف على البرازيل في مفاجأة لم يكن أحد يتوقع فوز الأرجنتين مع قوة منتخب البرازيل. شهدت هذه المباراة إضاعة كابريال خيسوس لضربة جزاء لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 9، ومن ثم ليونيل ميسي أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 13، وليونيل ميسي أضاف بعدها بدقيقة هدف ليؤكد على فوز فريقه في الدقيقة 14. إذن في مباريات اليوم راح يكون في طبعا مباريات كثيرة تستكمل التصفيات المؤهلة ليورو 2020. قبرص تستضيف اسكتلندا، أذربيجان راح تستضيف ويلز، سان مارينو راح تستضيف كازاخستان، روسيا راح تستضيف بلجيكا، وسلوفينيا راح تستضيف لاتفيا. في أبرز المباريات، إذا ألمانيا راح تستضيف روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية راح تستضيف هولندا، وكرواتيا راح تستضيف سلوفاكيا. بالنسبة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، مدغشقر راح تلعب أمام إثيوبيا، وساحل العاج راح تلعب أمام النيجر. راح يكون عندنا إذا في مباريات دولية ودية لكن تأجلت. تشيلي كان المفروض تلعب مع بوليفيا لكن تم إلغاء المباراة بسبب الاحتجاجات. فنزويلا وباراغواي أيضا تأجلت المباراة. ننتقل الآن إلى أخبار الصحافة والانتقالات والشائعات. وفقا للصحافة الإسبانية، هناك ناديين أرجنتينيين يسعيان لضم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة. هذين الناديين هما بوكا جونيورز
ونادي سان لورينزو. بنعرف في إشاعات كتيرة تتحدث أنه سواريز ربما يغادر برشلونة في الفترة المقبلة بسبب أنه عمره صار كبير والبرسا يبحث عن مهاجم شاب لتعويضه. في خبر آخر، وفقا للصحافة الإنجليزية، نادي مانشستر سيتي مهتم بضم ثنائي الدفاع إيفنز وسوينكو نجمي نادي ليستر سيتي. إذن يبدو أنه غوارديولا أو مانشستر سيتي يبحثان عن تعزيز دفاع السيتي الذي ظهر هش هذا الموسم، ولذلك حاطين عينهم على ثنائي دفاع ليستر سيتي الذي يقدم مباريات كبيرة جدا. في خبر آخر، وفقا للصحافة، على ما يبدو تم إعفاء الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من معسكر منتخب الجزائر، وجمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر سمح له بالعودة إلى إنجلترا لأسباب خاصة. ووفقا للصحافة قد تكون هذه الأسباب متعلقة بإجراءات طلاقه هو وزوجته ريتا جوهال، لأنه الثنائي يمر بوقت عصيب وعلى ما يبدو في مشاكل بينهما، لذلك سمح لرياض محرز بالعودة إلى إنجلترا. في خبر آخر، إذن نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن فوز هربرت هاينز بأغلبية أصوات الحاضرين من الجمعية العمومية ليصبح رسميا رئيس لنادي بايرن ميونخ خلفا لأولي هونس الذي انتهت مدته كرئيس بصفة رسمية يوم الجمعة، يعني يوم أمس. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية، نادي برشلونة يراقب الموهبة الهولندية كالفن ستينجز البالغ من العمر 20 عام، وهو يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي الكمار الهولندي. في خبر آخر، ووفقا للصحافة الإسبانية، على ما يبدو دافيد سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي البالغ من العمر 33 عام مرشح للانتقال إلى اليابان، تحديدا نادي فيزل كوبي الياباني في نهاية الموسم، الذي يلعب له زميله أندريس إنيستا أسطورة البارسا ومنتخب إسبانيا. دافيد سيلفا، هناك كثير إشاعات تتحدث عن انتقاله إلى الدوري الأمريكي، والآن آخر الإشاعات تتحدث عن ربما ذهابه إلى اليابان للالتحاق بزميله أندريس إنيستا. وفي خبرنا الأخير، وفقا للصحافة، نادي مانشستر يونايتد ينضم لسباق الأندية المهتمة بالحصول على خدمة اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي. على ما يبدو اليونايتد ينوي الحصول على هالاند على سبيل الإعارة وليس شراء في فترة الانتقالات الشتوية. طبعا نعرف أنه هذا اللاعب مطلوب ويحظى باهتمام أندية كبيرة جدا مثل ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، بايرن ميونخ، نابولي وليفربول، والآن مانشستر يونايتد ينضم لسباق الأندية التي ترغب بالحصول عليه. لكن أول مرة بنقرأ أنه في نادي يرغب باستعارته، الكل يرغب بشرائه لأنه هو طبعا صغير في العمر وهداف وموهبة كبيرة، لكن الآن اليونايتد يرغب باستعارته في فترة الانتقالات الشتوية. إذن خبرونا عن رأيكم بهذه الخطوة من خلال التعليقات، هل تتوقعوا انتقال هالاند إلى اليونايتد أم إلى نادي آخر؟ إذن مشاهدينا، هيك بنكون وصلنا لنهاية حصادنا الكروي. أنا بدي أشكركم كتير على مشاركتكم لإلي في هذا الفيديو، وإن شاء الله أراكم من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن للحديث عن مختلف مواضيع كرة القدم. أراكم لاحقا، بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.